close till I get up. Time is barely on our side. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، عمركم ديما تكون مزيانه. اليوم فيديو جديد غير الفيديوهات السابقه، غيرا غيرا غيرا. بوستيت تصاور في انستغرام وسولتكم واش تبغيو تحكموا في النهار ديالي كامل. طبيعه الحال قبلتوا، جات نسبه عاليه قبلوا، عطيتكم خيارات، قلت لكم باش نفطر في القهوه ولا اتاي. واخا عليكم، واخا عليكم، انتقمتوا مني حيت ما عنديش مع اتاي. وشوفوا معايا التصويرة، نسبة عالية على اتاي، ماشي مشكل، غادي ندير اتاي هنايا. المهم هما رانا كنقطر لهم قهوة، وانا غادي ندير ليا اتاي، غندير اتاي بطبيعة الحال اتاي هذا، غادي ندير هاد اتاي، هاد اتاي فيه المهم فيه الشاي الاخضر كيف كتشوفوا معايا، وفيه السيترون. غادي نطيب الماء وغادي نعمرو في هاد البريريد هذا، وغادي ندير اتاي. المهم انتما معايا. بنتي باغية واحد يكون دمو بارد ساكت، ديما جابت تغلطي ما يدويش، تلعب عليه العشرة ما يعاودش الهدرة، يكون راجل مرا بزاف على درويش، اللي قال نحبك يكذب عليك. انا عمرت الماء طيب ودرت اتاي، غادي نخليه يطلق. سولتكم عاوتاني واش بغيتوني نفطر بالمسمن بالكونفيتور ولا مسمن بالفرماج، نسبه عاليه على مسمن بالفرماج. المهم غادي ندير الصايب، المهم غادي ندير دابا سميتو فيه فرماج. عمل لك فولو في تويتر، مطاقي كان في فيسبوك، نجاوب احسن من جوجل، شنو عملتي بيا في مرايتي انا غير ساي، حتى في حلامي غير ساي، هبلتيني اه يا ويلي جننتي فيا. المهم البنات هو مسمن بالفرماج اللي حكمتوا عليا به، وها اتاي، ودابا غادي ندوز نفطر ان شاء الله بصحه وراحه. ينعل اللي ما مشى وخلى انا سالي باتر، عايش بخير هاني والله كبير، سالي باتر انا سالي باتر، دابا تهلا في راسك وفي الوالدين، وبلاش بلاش درتي لي ستاراس بات عليا الساس. وقلت لكم البنات اشنو نلبس، تيشيرت وجينز ولا نلبس كسوه؟ اختاريتو كسوه، وها هو الاختيارات ديالكم. المهم البنات هاي الكسوه لبستها كيف كتشوفوا معايا، قولي شنو رايكم فيها الجياب هنايا، كنت خديتها من اش ام زوينه. دابا غادي ندوزو للمكياج، انوريكم اشنو عطيتكم خياراتو وشنو عزلتو. المهم زوينات عطيتكم خيارات، قلت لكم واش ندير عكر موف ولا عكر في الاحمر، يعني بنفسجي ولا الاحمر، عزلتو نتوما الاحمر
وها هما خيارات ديالكم. المهم الزوينات بداتي ها هو لاكا كيفاش جاني احمر وعطيتكم خيارات ثاني وقلت لكم واش نكحل ولا ندير الايلاينر. خيارات ديالكم كانوا هما على الايلاينر. دابا ندوز ندير ايلاينر. المهم الزوينات ها هو درت الايلاينر تنوضح لكم الصوره. المهم درت الايلاينر فوق عينيا وقلت لكم واش نجمع شعري عادي اولا ندير سفنجه. قلت لي ديري شعر شعرك عادي. انا جمعت شعري بحال ما هكا عادي. هذا هو عادي. بغيتو علاش ندير سفنجه؟ المهم انا درتو عادي. قلت لكم واش نهز ساك في القهوي اولا ساك في الاسود. قلت لي ساك اسود. الساك الاسود اللي غادي نهز غادي نهز هذا هاد السويك هذا هو اللي غادي نهزو. وقلت لكم واش بغيوني نلبس صباط ولا صنداله وكانوا خيارات ديالكم على الصنداله. الزوينه ديالي بالنسبه للصنادله هذه الصنداله اللي غادي نلبس خصني نمسح غير صباغه من رجليتي تتقشر. هذه الصنادله اللي غادي نلبس كيف كتشوفوا معايا كحله. قولي رأي ديالكم في الصنداله. هاد الشيء اللي غادي نلبس. اشنو باقي ليا دابا؟ وهي غادي نمشي نخرج ومن اللي غادي نرجع غادي نشارك معكم العشيوه اللي حكموا عليا البنات بها نتعشى. يلا نتلاقى معكم بعد. البنات قلت لهم حكموا عليا شنو نتعشى، واش الشعير بالحليب ولا الشعريه بالحليب. حكموا عليا ناكل الشعريه بالحليب. ها هي البنات دابا غادي ندوز باش نطيبها ورجع معكم. المهم الزوينات انا غادي ندير الشعريه دابا غادي نشعل على الماء يسخن. ملي غادي يغلى غادي نضيف عليه الشعريه وندير هاد الشعريه رقيقه كتشوفوا معايا هذه اللي غادي ندير. ثم البنات انا شعلت عليها درت شويه الملحه معاها غادي نحرك نجهد عليها شويه البوطه صافي تطيب. غادي نصفيها ونديرها نديرها مع الحليب وانا كندير معها حتى شويه الزبده. الزبده كنديرها معها باش كتجي بنينه كندير معها حتى الزبده. ما زوينات دابا غادي نضيف الحليب. غادي الزبدين الاولى عند عاد الحليب انا تتعجبني معها شويه الزبده نديرها واحد حساب معلقه صغيره ديال الزبده وصافي بحال هكا. وغادي نخلطها واحد شويه. المهم انا خليتها تشربت الماء مزيان يعني ماشي غير غادي نصفيها ولا شي حاجه. انا ما غاديش نصفيها هاك هي دي طريقتي انايا. وغادي نبدا ندير الحليب. ايوا هذا وعدي وسعدي الشعريه بالحليب صراحه تجي زوينه خاصها تكون مالحه واحد شويه. كاين اللي كيدير فيها السنيد انا ما كنديرش فيها السنيده صراحه ما كنبغيش حلوه انا تندير فيها مليحه. عب شويه بنتي بشوي غطيح او يلا دابا نخليها تي يبقبق هادشي. زوينه هي طابت الشعريه غادي ندوز ناكلها. حطيت حتى لبنتي معايا ما عرفتش واش تعجبها ولا لا صراحه. والله كنعطيها لها بطيشه كتاكل اول مره غنعطيها لها بحليب ما كنديرهاش بزاف. المهم زوينات غادي نخوي ليا دابا في جبانه مغيله. المهم البنات ها هما الزوينات الشعريه بالحليب. هنا غادي ندوز باش غادي ناكلها. كنقول لكم الى عجبكم الفيديو وصلوا لعدد كبير من اللايكات وقولوا لي اشنو عجبكم في الفيديو وكيفاش جاكم. اول مره كندير هاد تحكموا في نهاري ما غاديش نقول لكم في حياتي حيت بزاف البنات كيكتبوا تحكموا في حياتي ولكن انا عطيتكم تحكموا غير في واحد النهار من حياتي يعني تحكموا في نهاري. المهم البنات كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وبارطاجيوه الى عجبكم وعملوا لي لايك ولا كنت جديده تابوني معايا. والسلام عليكم حتى فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.